بهدف حماية المدنيين بشكل أفضل، أجاز مجلس الأمن الدولي إرسال حوالي 6000 جندي من قوات حفظ السلام الدولية لتعزيز قوات الأمم المتحدة في جنوب السودان. وقد تبنى المجلس القرار بالإجماع ليرفع بذلك السقف المسموح به لعدد الجنود في قوة الأمم المتحدة من 7000 إلى 12500 جندي في البلاد، حيث تواجه قوات الرئيس سالفا كير نائب الرئيس السابق ريك ماشار. وكان ماشار الذي أقيل من منصبه في تموز يوليو الماضي وهو من قبيلة نوير، أعلن في وقت سابق استعداده للتحاور مع خصمه سالفا كير في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ميدانيا، تمكنت حكومة جنوب السودان من استعادة السيطرة على مدينة بور عاصمة ولاية جونغالي رغم الدعوات الدولية إلى وقف المعارك التي خلفت آلاف القتلى في أسبوع واحد من المواجهات. من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أنها اكتشفت مقبرة جماعية لنحو 35 جثة يعتقد أنها لجنود من قبيلة الدينكا، ويثير ذلك المخاوف من تجدد أعمال العنف العرقية في البلاد.